تقريب يعني الأمن الغذائي في صلب اختصاصكم في الأسكوا، يعني هل هذه المجاعة المفترضة والمحذر منها هي مشروطة بأسباب منها مثلا مدى انتشار هذا الفيروس، قوة فتكه، وأيضا غياب الاستعدادات الدولية والمحلية وغياب المتبرعين كما قالت الأستاذة عبير؟ نعم، شكرا أستاذ أحمد وشكرا عبير على المداخلة. الحقيقة انعدام الأمن الغذائي هي قضية شائكة لأنها تتعلق بعدة عوامل. أولها خلينا ننظر على الإنتاج المحلي. نحن في المنطقة العربية نعتمد على الاستيراد في غذائنا، 65% من القمح مستورد، تقريبا 100% من الأرز مستورد، فاتورتنا للواردات تفوق 110 مليار دولار سنويا. إذا موضوع الكورونا يؤثر علينا لأن البلدان المنتجة للغذاء قد لا تصدر الغذاء لنا أولا، ثانيا سلاسل الإمداد العالمية وتوصيل الغذاء إلى المنطقة العربية فيه تحدي. الشق الآخر هو عن طريق الزراعة في المنطقة. الزراعة في المنطقة كقطاع لم يأخذ حقه في الاهتمام ولا يواكب التكنولوجيا للاستفادة القصوى من المياه لأنها محدد أساسي للقطاع الزراعي. المياه نادرة جدا في منطقتنا، أراضينا قاحلة فوق 90% أراضي متصحرة. إذا علينا أن نستغل الأراضي والرقعة الزراعية بأقصى استغلال، وهذا يحتاج إلى الإضاءة كثيرا على هذا القطاع والاهتمام الشديد بالقطاع وتحديثه. والآن في ظل الكورونا لننظر كيف الوضع. العاملين في الزراعة هم عاملون بالمياومة، إذا مرضوا لا يوجد عاملون في الزراعة، ومعظمهم من العاملين غير المنظمين، لا يوجد لديهم حماية اجتماعية. المزارعين يعانون، المزارعون يعانون بشدة من الكورونا وقلة المساعدة، بالإضافة إلى العزل الاجتماعي والذي سبب لهم انقطاع في سلسلة التوريد، فقد يضطر إلى هدر وفقد الغذاء قبل أن يصل إلى المستهلك بسبب عدم وجود. إذن أستاذة ريم، يعني ربما نكون نحن الآن أمام فرصة تاريخية، يعني ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الدولية وأيضا الحكومات المحلية في التحول إلى التكنولوجيا الزراعية المكننة؟ نعم. ونقل حقيقي لخبرات غربية في هذا المجال في الصناعات الغذائية وأيضا الصناعات الزراعية إنجاز التعبير. طبيعي نحن ننظر إلى هذه الجائحة، طبعا هي كابوس ونأمل أن ينتهي، ولكن توضح لنا أهمية هذا القطاع وأهمية المحافظة على المزارعين في أراضيهم وأهمية الحماية الاجتماعية للمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة، كما هو الحال في كل سلسلة الإمداد من صناعة غذائية وتوريد وجملة وتجار المفرق. علينا أن ندعم موضوع الحماية الاجتماعية للجميع، وقامت الأسكوا بدعوة الدول الأعضاء العربية لإنشاء صندوق للحماية الاجتماعية، كما دعت إلى تفعيل صناديق أخرى عربية تم الحصول على قرار بإنشائها ولم يتم تفعيلها، مثل صندوق الأمن الغذائي أو صندوق الغذاء الطارئ. وهذه أشياء يعني أساسية لابد من العمل عليها على المستوى الإقليمي أو شبه الإقليمي، لأنها عابرة للحدود. الكورونا عابرة للحدود، ومشاكلنا وتحدياتنا في القطاع الزراعي عابرة للحدود. هناك دول عربية لا تستطيع الزراعة. نعم. الزراعة العادية تحتاج إلى زراعة مبتكرة. سمعنا في الأيام الأخيرة في الإمارات الزراعة الأفقية الداخلية واستخدام التكنولوجيا العالية لإنتاج الغذاء. نحتاج إلى مثل هذه المبادرات بشكل كبير. نعم. للتعامل مع الأراضي القاحلة وللتعامل مع شح المياه. نعم.